اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الهدافين، معاكم احمد حسام ميدو. وزي ما عودناكم كل يوم بنتكلم عن هدف ونجم، وبنتكلم عن قصه وكواليس هدف من الاهداف العزيزه علينا جدا في كاس الامم الافريقيه، البطوله المحببه للمصريين. كلنا كده عندنا ذكريات جميله مع كل بطوله، مع كاس الامم الافريقيه، وكل بطوله كده بتعبر عن مرحله سنيه لينا. بطوله 98 بتفكرنا بحاجه معينه، 2000 بتفكرنا بحاجه معينه، 96 بتفكرنا بحاجه معينه ولاعيبه معينه. كل بطوله كده ليها اجواء واتموسفير ما بنقدرش ان احنا ننساه ويطلع من ذاكرتنا ابدا. النهارده بنتكلم عن نجم من نجوم النادي الاهلي في الثمانينات وبدايات التسعينات، وطبعا نجم من نجوم شركه كاس عالم 90. بنتكلم عن الكابتن عادل عبد الرحمن. الهدف اللي احرزه في بطوله 90 في مرمى كوتيفوار، البطوله اللي كانت بطوله يعني بطوله كان ليها قصه مهمه جدا احكيها لكم. لما صعدنا كاس عالم 90 كابتن جوهري اصر ان المنتخب ما يروحش يشارك في البطوله، كان عايز يعني المنتخب بعد تاهلنا طبعا امام الجزائر بهدف حسام حسن الشهير، ان المنتخب اللعيبه تريح كويس وان هو يعسكر كويس ويبتدي يشتغل ما يتاثرش باي نتائج تانية عشان يقدر يركز في كاس العالم. ودي كانت طريق كابتن جوهري. يعني كابتن جوهري دايما كان ليه استعدادات مختلفه، وده دخل الاتحاد الكره وقتها في مشاكل كبيره جدا مع الاتحاد الافريقي. ازاي مصر مش هتشارك؟ مصر من اكبر الفرق اللي موجوده في البطوله، ازاي مش هتشارك في البطوله؟ الاتحاد الافريقي موجود في مصر، قصه كبيره. عيسى حياته طبعا كان في ناس طلبت ان يتم توقيع عقوبات على المنتخب المصري، ولكن تدخل عيسى حياته وقال انا هقنع المسؤولين في مصر، وفعلا كان في مقابلات على اعلى مستوى من اعلى مستوى اعلى الناس في الدوله، واتخذ قرار ان احنا بنروح بمنتخب اسمه منتخب الطوارئ، اللي هو منتخب بقى ايه الاحتياطي، اللي هو منتخب اللعيبه اللي مش هتروح مع كاس العالم. وراح المنتخب بتاعنا، وكانت بطوله يعني طبعا نتائجها بائسه بالنسبه لنا، كانت نتائج سيئه جدا، ما قدرناش ان احنا نفوز ولا ماتش. والهدف النهارده اللي بنتكلم عليه هو هدف مصر الوحيد في البطوله، طبعا للنجم حلقه النهارده الكابتن عادل عبد الرحمن. كوتيفوار اتقدمت بثلاث اهداف على منتخبنا، طبعا زي ما قلت لكم كان بيطلق عليه منتخب الطوارئ. الكرة جت ناحية اليمين لفوزي جمال، فوزي جمال طبعا كان لعيب كبير جدا في النادي الإسماعيلي. تمريرة تلعب من الكابتن طلعت منصور، بيلعبها فوزي جمال كرة بالعرض، بيلمسها الحارس بطرف ايده عشان تقع قصاد عادل عبد الرحمن اللي بيشوط كرة جامدة جدا ببطن رجله، تخبط في العرضة، وكان شكلها كده ما دخلتش، يعني الناس كلها شكت ان الكرة دخلت، ولكن اتحسبت هدف عشان يكون هدفنا الوحيد وهدف صحيح لمصر. زي ما قلت لكم هو الهدف الوحيد اللي سجلناه في البطولة دي، بطولة 90. عادل عبد الرحمن كان نجم كبير جدا خط وسط نادي الاهلي في الثمانينات واول التسعينات، وكان لعيب قوي جدا، كان لعيب من اللعيبه اللي بتدافع ولعيب رجليه تقيله جدا على المرمى، وكان كابتن جوهري بيحبه حب كبير جدا وبيعتمد عليه بشكل كبير جدا في ماتشات كتيره. كان طبعا ضمن قائمه المنتخب المشاركه في كاس عالم 90 وضمن قائمه التاهل لمونديال كاس عالم 90، ومع النادي الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا 93، وهو طبعا احرز هدف برده فريق فواري وفريق افريكا سبور في مباراه الاياب على ارض استاد القاهره من ركله جزاء 1-1. واعتزل عادل عبد الرحمن لعب كرة القدم سنة 95، وبعد كده بقى مدرب. عادل عبد الرحمن سافر السعودية واشتغل بشكل كويس جدا، والسنة دي درب سموحة، ومدرب من الناس كلها اللي بتتكلم عليه بشكل كويس جدا، وعلى المستوى الشخصي كل الناس بتحب عادل عبد الرحمن، دمه خفيف وراجل كل الناس يعني 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 بتحترمه وبتحبه بشكل كبير جدا. والبطولة دي رحناها بمنتخب الطوارئ، هم سموه منتخب الطوارئ، لكن هو ما كانش منتخب الطوارئ، هو كان منتخب الرديف الحقيقة، لكن ما كانش حد عايز يقول عليه منتخب الرديف. وساعتها راح لعيبه كانوا لعيبه كبار طبعا، يعني رغم ان هم ما راحوش كاس العالم لكن لعيبه كبار، كانت فوزي جمال، حماده صدقي، هشام ابراهيم، محمد سعد، طلعت منصور، ومشير حنفي، طه السيد، ياسر ريان، عادل عبد الرحمن، محمد سعد شحاته، عماد صلاح، وعبد العظيم الشورى. قصه بقى ان احنا نروح بمنتخب الطوارئ دي بقى دايما كابتن جوهري كان ليه كده ايه. كابتن جوهري بصوا كان بيعشق المعسكرات الطويله، يعني جوهري كان ايه دايما خلقته مع اتحاد الكوره ان هو عايز يعمل معسكر 3 شهور. طبعا كانت الناس بتاعت الكوره بتتجنن، اوقف الدوري ازاي والعب ازاي. كابتن جوهري كان عايز قبل كاس العالم يحضر بقى المنتخب اللي وصل بيك بعد كاس العالم بعد سنين طويله ده، يعمل له ماتشات وديه ويعمل له معسكرات في اوروبا، مش عايز حاجه تزعجه، مش عايز بقى يروح يلعب بطولات في افريقيا واللعيب يتعور منه والكلام ده. كابتن جوهري كان بيخاف بيترعب من اللعيب يتعور، وان اللعيب يفقد لعيب بسبب بطوله هو مش مهتم بيها. كابتن جوهري بالنسبه له كان الهدف الاسمى والهدف الاهم هو ايه، ان هو تاهل لكاس العالم، فخلاص بالنسبه له كاس الامم الافريقيه ما بقتش هي الاولويه
الاولويه او الاولويه الاولى بالنسبه له. فكابتن جوهري انا بقول لكم كان بيفكر ازاي، انا ايه اللي يوديني ولاعيب يتعور مني او نعمل نتائج وحشه الناس تبتدي تقطع فينا والناس تهاجمنا ونتاثر معنويا قبل البطوله واحنا رايحين كاس العالم. لا انا عايز الاولاد بتوعي احافظ عليهم، العب بيهم ماتشات وديه في اوروبا واعمل احتكاكات شبيهه والعب مع فرق شبيهه زي الفرق اللي لعبها في كاس العالم، مش عايز اروح العب نيجيريا وبتاع، مش هلاعب الفرق دي في كاس العالم. فعشان كده جت فكره منتخب الطوارئ. وبعد كده طبعا عيسى حياته كان عنده خلاف كبير جدا وكان بيتحايل على المسؤولين في مصر عشان الفريق او منتخبنا يشارك بالفريق الاساسي، الا ان محمود الجوهري الجنرال الله يرحمه اصر على مبدأه وعلى فكره ان هو هيريح لعبته وهياخد لعبته يعمل بيهم معسكر خارجي ويستعد لكأس العالم 90 بإيطاليا. النهاردة اتكلمنا على نجم كبير زي ما معودناكم كل يوم بنتكلم على هدف وحدوتة هدف. النهاردة اتكلمنا على نجم كبير وهدف الكابتن عادل عبد الرحمن في بطولة 90، البطولة اللي رحناها بمنتخب الطوارئ.